أن شريعة الإسلام السمحة قد قامت على البناء لا الهدم، وذلك تبيانا لقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الإساءة للأنبياء والرسل هو استهانة بقيم دينية رفيعة، الاستهانة بقيم دينية رفيعة. لا يمكن أبداً أن أتصور أن يحمل المسلمين بأوضار ومفاسد وشرور فئة قليلة انحرفت. للجميع أن مكان السيد الخلق النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم في قلوب ووجدان المسلمين في كل أنحاء العالم